شايفين؟ شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، طرية طرية. بالحشوة اللي فيها. جبارة. أقول لكم شيء، لو تجرب الكروت كيك هذه وما أعجبتك بكل اللي تبيه، لأنها حلوة. حلوة مرة. يا سلام يا ناس، معجب والله إني معجب معجب. شايفين حشوتها جوا الحشوة، طعمها ولا غلطة، ما شاء الله تبارك الله. هلا والله سهلة، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ واضحة يعني ما يبي لها شيء. شايفين عندي جزر اليوم إن شاء الله بإذن الله، طبعا أنا من الناس يعني محبين الجزر صراحة، فبنطلع كيكة تعجبكم، جميلة وجبارة إن شاء الله بإذن الله، وبسيطة ما يبي لها شيء. خلونا نسوي عليها تست وتشوفونها. أول شيء طبعا البيض، نقول بسم الله، ومعه السكر. البيض والسكر كلهم مع بعض. عندنا نوعين سكر، البني والأبيض. صار المكس الصح اللي احنا نبغاه. أبدأ أنزل الدقيق عندي على شوي شوي عشان يطلع معي الخليط الصح. شو بدأ يثقل، نزل عليه القرفة، عاد هذه الطعم القرفة أهم شيء إلى آخر نوق، وبرضو نزل عليها البيكان كلها مع بعض. عشان كذا أنا قاعد أقول لكم سهلة بسيطة مرة، ولا تخليها تخلط كثير. بعدين تبدأ تنزل الجزر عليها. شوف هنا عندي الخليط بعد ما جهزته. يا سلام، هذا خليط كيكة الجزر مع القرفة، حكاية ثانية. طبعا بسوي كذا عشان لاني بحط خلطة في النص الحين، هنا في النص. أزيدها شوي. شوف الطريقة هذه كذا، بعدين أجي أحط خلطتي في النص. شوف كيف تطلع، بتطلع جبارة يعني صدق، بيطلع طعمها إن شاء الله ولا غلطة. مرة ثانية فوق. بس طعمه شيء من الآخر. نكمل الحين مرة ثانية، شوف كيف كذا نقفلها من فوق. طبعا اللي يحب كيكة الجزر ما تجرب هذه الكيكة، انت غلطان صدق صدق غلطان. نقفلها صح،
متأكد 100% أنها مقفلة مع كل جهات. يا ناس معجب، والله اني معجب معجب. شايفين حشوتها جوا الحشوة طعمها ولا غلطة؟ ما شاء الله تبارك الله. هنقصصها طالعه معجب في الكاروت كيك حقتنا، معجب فيها، معجب فيها مره 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 صراحه. اللي يحب كاروت كيك، اللي يحب كاروت كيك يعني يقول انا من عشاق كاروت كيك، لازم شوفوا لازم تجي وتجربها عندي في بي كي، لازم مره 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 لازم، لان طلعنا طعم جديد. يعني انا بالنسبه لي ككاروت كيك طعم هذا جديد ولذيذ، فاذا انت من عشاقها لازم تجي تجربها، لازم يعني صدق ادخل بي كي قل وين الكاروت كيك، الكاروت كيك، الكاروت كيك، ايوه هذه، يلا مع السلامه لا تاخذ شيء ثاني، لان ودي تجربها انت يا الشخص اللي يحب الكاروت كيك. يعني طالعه جميله صراحه. لازم قهوتك تكون جاهزة موزونة، شايفين؟ ومعها الكاروت كيك، الكاروت كيك، شايفين؟ شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله طرية طرية. الحشوة اللي فيها جبارة. أقول لكم شيء، لو تجرب الكاروت كيك هذه وما أعجبتك بكل اللي تبي، لأنها حلوة حلوة مرة.